السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هجاوب بعض الأسئلة اللي جات على الشات الخاص بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي، اللي هو الموقع بتاعي اسمه، للي ما يعرفش يعني، اسمه هو arafili.com. الشات يمكن للي ما يعرفش برضه هو الأيقونة اللي انتوا شايفينها في الركن اللي على اليمين بأسفل الصفحة اللي انا بشاور عليها دلوقتي بالماوس ديت. لما تروح على الموقع وعايز تتحور على الخاص بتضغط عليها، لكن لو عايز تحط سؤالك تحت موضوع مناسب بتختار موضوع مناسب من المواضيع اللي قصادك دي كلها وتبتدي تحط سؤالك تحتيها. لو عايز سؤالك يكون شخصي بيني وبينك بتضغط على الأيقونة الزرقاء دي، بيفتح لك ديالوج بوكس بهذا الشكل، بتكتب سؤالك وتبتدي تتوكل على الله تسأل السؤال. أنا بقى الأسئلة دي كلها بتجيني على بورتال خاص بهذا الشكل. أدي الناس هي اللي على الشمال ديت، دي كل دي الناس اللي بتسأل، يا إما أنا اللي برد عليها أو في معايا مساعد يعني لما بيجي سؤال كده على العين بيلفت نظر. الأسئلة المكررة جدا جدا والإجابة بتاعتها هي هو اللي بيقوم بالرد عليها. فأنا النهاردة اخترت سؤال معين، للسؤال ده مكرر جدا جدا وهو ما يخص بموضوع القلق. ده مكرر جدا جدا بشكل يعني واضح. المشكلة مش في العدوى ولا المشكلة في فيروس الإيدز ولا غيره، طبعا هذا النوع من القلق ما بيجيش مع الفيروسات الأخرى، فقط مع فيروس الإيدز. يعني عمر ما في واحد بيسألني على الكبد الوبائي بي أو سي أو الاتش بي في أو الهيربس أو السيفلس أو أي حاجة تانية وعنده هذا القلق. الوحيد اللي المرض الوحيد اللي مصحوب بالقلق والوسواس هو الايدز. فخلينا نشوف اخونا ده بيسأل يقول ايه وانا رديت عليه قلت ايه، والرد بتاعي ده بعمله على فيديو عشان هو طبعا مفيش خدش الخصوصية لان اللي سائل مش كاتب اسمه ولا بيانات عنه، وانما بيقول ايه عملت علاقة محرمة ربنا يسامحني. ده تقريبا كده يعني اسلوب معظم الناس اللي عندها وسواس، ربنا يسامحني ويغفر ليا او لينا كلنا، وعملت كومبو بعد 83 يوم. عمل كومبو بعد 83 يوم، يعني ضميره صحي بعد فترة، ما وإلا كان عمل التحليل مثلا بعد 40 يوم بعد 50 يوم، لكن المهم انه عمله بعد 83 يوم، او حد جاب له سيرة الايدز وانتقام ربنا والحاجات دي فافتكر بقى كان وقتها 83 يوم، ما قدرش يصبر بقى او ما كانش يعرف ان المفروض يعمل ان في تحليل اسمه الاجسام المضادة 90 يوم، وما كانش يعرف ان الكومبو ده برضو يبقى كويس بعد 83 يوم، لسه القلق ماسكه زيه زي كتير من الناس. بعد 83 يوم عمل تحليل كومبو وطلعت النتيجة نيجاتيف يعني سلبي، هل كده قطعي يا دكتور؟ وعمل التحليل فين؟ في معمل البرج، معمل من المختبرات الكبيرة في مصر. السؤال ده تقريبا 90% من الأسئلة بتيجي بهذا الشكل تقريبا كلهم، طبعا القلقان وموسوس ويه بيبقى عمل علاقة مرة وحس بالذنب. يعني الناس دي أنا عايز أقول لها إنك أنت خوفك من العقاب وخوفك من ربنا ده شيء كويس جدا يعني، بس ما تحولهوش إلى نقمة تقلب حياتك تماما وتسود عليك عيشتك. الخوف من ربنا المفروض انه نعمة، والمفروض ان الواحد يستفيد منه بانه ما يرتكبش اخطاء مرة تانية، لكن كونه يتحول الى نقمة ويقلبك الى وسواس وقلق. يعني شوفوا هو بقى تكملة كلامه ايه، الاخ ده حسب كلامه وصل الى مرحلة انه بيتعالج عند طبيب نفسي. انا طبعا مش عايز اقول له ده، في ناس انا بشوف ناس حواليا وفي كل مكان وفي كل دولة بروحها بيعملوا اللي انت بتقول عليه ده، مش مرة لا، ده بيعملوه عشرات المرات ومئات المرات ولا الموضوع في دماغهم. طبعا ده مش صح، ده دي مصيبة اكبر. ليه؟ من ناحيتين، الناحية الاولى ان محدش عارف، يمكن الاخ اللي هو بيعمل الموضوع ده عشرات المرات بيعمل الموضوع ده عشرات المرات ولا همه،
ربما يجي بعد 5 سنين او 10 سنين يبص فجأة يلاقي عنده اعراض عدوى سريعة ومصايب بتجيله من اقل شيء، التهاب في الفم رهيب، التهاب رئوي خطير يكاد يفضي بحياته، يكشفوا عليه لقوا عنده ايدز. طبعا في الوقت ده يكون الوقت متأخر جدا جدا، والعلاج اصبح صعب جدا جدا، وبيعاني بقى معاناة ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة، دي في الدنيا، وفي الاخرة بقى الله اعلم بايه اللي هيحصل. فطبعا اما بقول لكم نموذج الناس اللي بتعمل عشرات المرات ولا حاطه في دماغها، مش بقول لكم اعملوا زيهم، لا طبعا والعياذ بالله، وانما بقول لك لا ده ينفع ولا ده ينفع. يعني اللي بيعمل عشرات المرات ومش حاططها في دماغه ده هيبتلى ابتلاء شديد، يا اما في الدنيا يا اما في الاخره، فده متطرف. وانت لما تعمل المشكله ديت الموضوع ده مره بالخطا، يعني ما تخليش بقى المرة دي تبقى نقمة تقلب حياتك كلها إلى جحيم، إنما خير الأمور الوسط. أنت غلطت مرة ولا مرتين وربنا كرمك وتوبت، الحمد لله، اعمل التحليل يا سيدي، لقيت التحليل سلبي، احمد ربنا سبحانه وتعالى وخلاص وعيش حياتك. أخونا بقى دوت، بس أنا عندي وسواس، بيقول أنا عندي وسواس الدكتور مش عارف ليه، ومتابع مع دكتور نفسي، يعني شفته الحالة وصلت لفين، متابع مع طبيب نفساني، اعمل ايه؟ انا تعبان خالص يا دكتور، تعبان خالص من الوسواس، وباخد علاج للوسواس، يعني وباخد علاج نفسي، هل هفضل اخده كده يا دكتور؟ انا تعبت قوي من الموضوع ده ومش عارف ادخل على البث بتاع حضرتك. يعني يعني انت لو دخلت على البث بتاع حضرتي الوسواس ده هيروح؟ يلا ربنا يكرمك، يمكن ما هو زي ما بيقولوا يوضع سره في اضعف خلقه. يعني بمارس الرياضه، طب ده حاجه كويسه جدا، هل في حاجه تاني اعملها؟ مع العلم انا مسافر بره مصر، يعني اخونا ده مسافر بره مصر، معرفش هو بره مصر حاليا ولا هيسافر، وتعبت يا دكتور من الموضوع ده. طيب طبعا اذا كان الكلام بتاعه ده يعني يعبر عن حالته، فدي طبعا مشكله حقيقيه، يعني ان هو مجرد انه غلط مره ولا اكتر من مره وتحول الى قلق ووسواس، ده طبعا شيء غير مرغوب فيه. انما المفروض ان هو الراجل عمل التحليل انتهينا، والمفروض انه لو هو فعلا بيمارس الرياضة ومتبع اسلوب حياة صحي، يعني رياضة واحد، اكل صحي اثنين، نوم صحي ثلاثة، وممتنع عن الامور الاخرى التدخين وما الى ذلك، فاكيد ان الوسواس، اكيد انه هيقدر يتغلب على الوسواس. وما زال برضو بيسأل، بيقول لك يعني شوفوا عمل التحليل ومطمن وكل حاجة وطلع سلبي، بس برضو ما زال يقول لك أنا عندي التهاب في الفم، ويا ترى ده نفسي ولا إيه؟ لا، التهاب الفم ممكن يكون نفسي، وفي أسباب كتيرة جدا، فيتامين بي 12، فيتامين دي، مشاكل في السنان، مشاكل في الأبر، في الجزء العلوي التنفسي، كل ده ممكن يعمل، يعني اكتب كده تغير لون اللسان او التهاب اللسان في جوجل، هتلاقي عندك 50 سبب طالعين. وبيسأل، ارجع لزوجتي يا دكتور، تحليل كومبو بعد 83 يوم. انا طبعا قلت له توكل على الله، مفيش مشكلة، 83 يوم كومبو، يعني انتيجين وانتي بودي في طالع، لو الانتيجين صادف انه اختفى ده معناه ان الانتي بودي الاجسام المضادة طلعت، فواحد منهم هيبقى مؤشر لو انت مصاب، طلع سلبي خلاص انتهينا، توكل على الله. فده نموذج للاسئله اللي بتجيني بزر. طبعا بقيه الاسئله كلها ربنا يكرمهم كلهم على الايدز وما الى ذلك. طبعا في اسئله منها بصراحه يشوفوا، هل يعني اذا ابتليتم فاستتروا، يعني صحيح لا حياء في العلم، بس هو يعني التفاصيل دي بصراحة بتبقى بالنسبة لي أنا مقززة شوية، إن واحد عنده الجرأة ويكتب لي أنا عملت كذا بالتفصيل كده، يعني ما تأخذنيش. في واحد برضو سأل سؤال، كان يمكن أنا أستحي أقرأ لكم السؤال هنا، لكن في أسئلة بصراحة خارجة عن الحياء تماما. حتى لو أنت عند طبيب يعني قول له تعرضت للعدوى، إلا لو الطبيب سألك اتعرضت إزاي، ما هي هي، اصل انت تعرضت للعدوى، انه اسهل لك، انه اسهل عليك،
انك تخرج عن الحياء وتتكلم بالتفصيل في نوع الممارسة اللي انت قمت بيها، ولا تروح تعمل تحليل وتنتهي؟ ما انت لو رحت عملت تحليل ما لا اتكلمت ولا خرجت عن الحياء ولا قلت ادبك في الكلام ولا اي حاجة، رحت عملت تحليل وانتهينا ايا كانت بقى طريقة التعرض للعدوى. والله عملت علاقة مع واحد او واحدة عندها ايدز، والله مش عارف صباعك جه فين، كله يشمل موضوع انك اتعرضت للعدوى. اخلص وروح اعمل التحليل وانتهينا. بس انا بتكلم عن الناس اللي هم الرجالة مع بعض، او اللي بيستخدم الشرج، ويعني وفي بعضهم بيستخدم الشرج باسلوب مقزز جدا بالنسبة لي انا على الاقل كانسان وكطبيب برضه. فانصح الاخوة دول ان هم لما يجوا يسألوا يقولوا تعرضت للعدوى من غير ما يخش في تفاصيل كيف تعرض للعدوى. اتفقنا؟ وان شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا ويزيح الوسواس عن كل واحد ليه وسواس او عنده وسواس، ونشوفكم بكل خير في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.